متابعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة ودية نسيت تجمع فريق الرجاء الريالي ضد روما الإيطالي. المباراة ستلعب يوم السبت 14/8/2021 على الساعة 7:45. المباراة ستنقل على الريالية المغربية. اختبار جديد بالنسبة للرجاء بعد انتقالات العديد من اللاعبين، أبرزهم بن مالانجو، رحيم نوح السعداوي، وسعد الورفلي، وعبد الرحيم شاكر، إضافة إلى اللاعبين محمد ناهيري، سامي هايل، ومصطفى كوبات. اختبار حقيقي لفريق الرجاء قبل مباراة نهاية كأس العرب محمد السادس.